Ladies and gentlemen, welcome to InstaArt. This is the show where we support artists out of Cape Town. أنا artist يعني مو إنسان. بفني أغير هالمكان. بلشت بالإنستغرام I hope تتحقق الأحلام. I'm looking forward دائما لقدام. أحب الفن وما أحب أنام. حياكم الله في سلسلة فنانين الانستغرام. اليوم انتم معانا بالحلقة الأولى. بهذه السلسلة راح نستعرض لكم الفنانين الشباب اللي نقدر نقول عنهم مغمورين محليا، ولكن في هذا المجتمع الفني الموجود بالانستغرام يحصلون على الدعم والنشر من الحسابات العالمية. تابعونا. واليوم معانا الفنان الشاب الصاعد صالح القلاف، وأتمنى أن تكون بداية خير لهذه السلسلة وإن شاء الله تستمتعون معانا. شنو يعني فنان انستغرام؟ فنان انستغرام ببساطة هو الفنان اللي كبر ولقى انه في مساحة او منصة مثل انستغرام انه يقدر يشارك فيها اعماله مع فنانين ثانيين، او انه يكون يقابل فنانين ثانيين. فالفرق بينه وبين الفنان التقليدي انه هو قبل التقليدي ما كان في شيء اسمه انستغرام، ما كان في شيء اسمه انترنت، فكان شوي الوضع اصعب ان انت تشارك، شوي اصعب ان انت تبين حق الناس انت من وشنو افكارك شنو لوحاتك. ف الانترنت شوي سهل او انستغرام سهل شوي ان يكون في ان تقل المسافه بين ان مثلا الفنانين، تقل المسافه بين الفنان والشخص العادي انه يشوف الاعمال وكذا. من وين تيك افكار اللوحات اللي تسويها؟ انا شوي احب ان اخذ افكار من الاشياء اللي تصير لي، الاشياء اللي مثلا تجارب، المواقف اللي تصير لنا، الاشياء اللي بالحياه اليوميه اللي الناس ممكن تشوفها وما تفكر ان فيها، ما تفكر ان منها ان ممكن يطلع منها شيء. انا احب ان اخذ هذا الشيء واحوله حق شيء انه يكون اكبر، وشيء انه مثلا نفس عمل فني او مثلا لوحه او اي 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 وسيله ممكن ان اقدر انا احس اني ابين هذه الفكره. وغير هذا في بعد ان اشياء ان انا احب الفن وايد جميع أنواعه، مثلا الأفلام، الأغاني، المسرحيات. ففي أشياء مثلا ممكن تطلع أو تنقال ما حد يفكر إنه يسوي منها شيء، بس أنا أحاول إني أخذها وأسوي منها شيء ما حد شافه من قبل. شنو يميز أعمالك؟ أحس أنا اللي يميز أعمالي إنه أنا وايد أحاول إني أبين بيتي، أحاول إني أبين المحيط مالي طريقة إنه مو شرط إنها تكون مثلاً من أيام قبل أو مثلاً شيء ممكن يكون إنه من برا. أحاول إني أبين هالفترة هذه من جيلنا، أحاول إني أوثقها من خلال الأعمال. ليش تركز بأعمالك على فترة المراهقة؟ أحس إن فترة المراهقة فترة من حياة الإنسان، مو بس حياة الإنسان، حياة الشخص الكويتي، إن الناس أو الإعلام ما يركز عليها وايد، فتحس إنه ما في أعمال وايد تتكلم عن هالفترة، ما في إنه شيء يبين حق المراهق أو الشخص اللي بهالعمر إنه شون هو منو يبي يكون، شنو الأشياء اللي يبي يسويها، شنو الأشياء اللي ممكن هو يبي يحققها بس هو ما يدري إنه هو يبي يحققها، عرفت؟ فحس إنها فترة مهمة وفترة شوي تخوف، فحس إنه لو نتكلم عنها شوية أكثر يكون في تركيز عليها، ممكن إنه يكون شوي الوضع أسهل حق الناس هذه خصوصاً هالفترة يعني. بما أنك قلت أنك تحب ترسم الشخصيات، سولف لنا عن اللوحة هذه وبالذات شكل العين، ليش طالع بالشكل هذا؟ الوجه لو تشوفه هو شوي كنا ممسوح من تحت هنا، حسيت أني أبي أمسح الويوه وأبي أمسح الملامح عشان أحط أنا عليها عيون كرتونية، وتصير أنه شوي تبتعد شوي عن الواقع، ما تكون أنه وايد أنه كني قاعد أتكلم عن شخص معين أو أنه مجتمع معين، مع أن هي وايد مقتبسة من الواقع، بس أنا حاولت شوي أخليها خيالية عشان إنه ما يكون شوي الوضع إنه وايد واضح أنا عن شنو قاعد أتكلم. فحس يساعدني إني أتكلم أقول أشياء مفروض ما تنقال.